خير. كابتن عصام. كرام الاستاذ عمرو الدرديري والاستاذ علاء عزت، ومساء الخير على كل المشاهدين. والاستاذ علاء بيهاجمك يا كابتن عصام. الله يسامحه. الله يسامحه. حلوه الدخله دي. ايه اللي مزقك وعايز تمشي ليه؟ لا سيدي، الناس عاوزاني امشي، فقلت له ما عنديش مشكله امشي. ليه تمشي يعني. ليه؟ بص يا سيدي، اولا احنا بنحترم كل المنظومه، بدايه بالاعلام، اللاعبين، المدربين، الانديه. انا مسكت تقريبا لسه ما كملتش حتى شهرين، بقى يومين كده وثلاث ايام واكمل شهرين. وقلت في البدايه ان الامور فعلا صعبه، وعملنا بعض المعسكرات وحسيت فعلا ان الامور صعبه، وقلت كنت واضح جدا ان 10% فقط من الحكام المصريين صالحين لادارات المباريات في كل الدوريات المختلفه. وقلت هنشتغل ليل نهار. انا ياسين بتكلمني وانا في معسكر، وكمان عندنا معسكرين كمان، وكل ده تبع الاتحاد الدولي. نجيب خبراء اجانب. ونحاول نطور ونحاول الناس. انا ما معيش عصا سحريه، عشان اطور التحكيم، ولكن لازم نكون منصفين ان في تقدم في التحكيم، في اخطاء بنعترف. احنا اكثر ناس بنعترف لما يكون عندنا ممكن أخطأ. ممكن استاذنك يا كابتن بس تطول نفس حضرتك معايا، وفي شويه اسئله كده عايز منها اجابات لحضرتك. يعني كنت بتكلم دلوقتي مع الاستاذ علاء والاستاذ عمرو، عندهم وجهات نظر برضو يعني محترمه. في الناس أكيد. الناس شايفه ان حضرتك تصريحك لحته 10% دي محبط. اديت احساس الناس ان مفيش تحكيم، يعني ان انا يبقى عندي 10% بس اللي يصلحوا ان هم يحكموا في الدوري المصري، فدي نسبه قليله جدا. انا كان تصريحي يا سيف ان 10، انا بتكلم على حكام مصر كلهم كلهم، ان قلت ان 10% اللي كانوا جاهدين يديروا مباريات في الدوري او في الدوريات المختلفه، وقلنا ان احنا هنشتغل على ان الباقي يدخل معاهم من خلال تدريبات، من خلال معسكرات. انا كنت صادق، كنت بتكلم بكل امانه وكل مصداقيه، وقلنا ان احنا هنشتغل، واحنا دينا شهرين كاملين. بس ده يا كابتن يتعارض مع انك انت تصريح قبل كده قلت ان التحكيم المصري بخير وان الحكام المصريين هم احسن حكام، فازاي 10% بس وهو احسن حكام؟ ما انت ال 10% دول هم الكريمه بتوعك، بتوع التحكيم المصري، فاكيد حكام كويسين، اكيد مهتمين، اكيد بيبذلوا اقصى طاقه عندهم، فدول الافضل عندك. لكن قلت ان احنا ايه يا استاذ علاء يا استاذ عمرو، ان احنا هنبدا بقى من تحت، نبدا نصلح من تحت. الناس مش عاوزه تصبر، انا ما معيش عصا سحريه. اقول لحضرتك حاجه، البعض قال تطوير التحكيم، يعني يمكن سمعت لاحد رؤساء الانديه قال تطوير التحكيم. تطوير ايه يا سيدي؟ يا سيدي تعالى شوف احنا بنعمل ايه. روح يا ريت لما تيجي تحكم على عمل، روح شوف بيتعمل ايه في الفيفا والاتحاد الافريقي، وشوف احنا بنعمل زيه او اكتر ولا لا. هو ده اللي يبقى الحياديه في الحكم على الاخرين، انما نحكم على الاخرين بدون ما اعرف هم حتى بيشتغلوا ازاي، هم بيعملوا ايه. فالناس بتقول كلام مرسل، هو ده اللي بيضايقنا، لان احنا بنشتغل. انا يا استاذ علاء يا استاذ عمرو لا باخد لا ابيض ولا اسود، وببذل لان التحكيم ليه في رقبتي يعني دين كبير، هو اللي عمل اسم عصام عبد الفتاح وشهرته، هو اللي راح من خلاله كاس العالم وبقى محاضر في الفيفا وعضو في لجنه الحكام الافريقيه، فده دين على رقبتي. مش ما باخدش فلوس لان انا مش عاوز اخد فلوس، لا، لان ده في دين على رقبتي. انا بكلمكم بكل امانه، الناس عاوزه تغير، ما عنديش مشكله اطلاقا، امشي ويجي ناس ثانيه واساعدهم من بره، ما فيش اي مشكله. لا يا كابتن، هو مش صح ان انت تمشي وانت لحقت جيت، انت لسه جاي، يعني لسه ما جاي. ما هو يا سيف، وانت وعصام عبد الفتاح، لا وعصام عبد الفتاح اسم كبير، يعني ما فيش كلام في الحته دي وما فيش شك. بنحاول نصالح، لكن الناس هقول لك حاجه يا سيف، الناس بتتكلم على الماضي، عاوزه تحملني اخطاء الماضي لو هناك اخطاء. لا، انتوا حاسبوني في خلال الشهرين احنا بنعمل ايه وهنحاول. طيب ممكن تاخدني واحده واحده كده. الحاله بتاعت الزمالك وسيراميكا، هل حضرتك قلت انا استعنت بخبير عالمي او خبير فيفا؟ بص يا سيف، احنا عشان بس الناس تفهم يعني ايه تحكيم، عشان لما تيجي ننقل التحكيم نقوده بشكل واقعي. احنا كخبراء في الفيفا في اكتر من خبير، بنقعد نتناقش كل يوم، بتحصل حالات في كل دولات العالم، تمام، بطولة امريكا الجنوبيه، بنقعد بتبقى في حالات صعبه بنقعد نتناقش فيها، عشان نقدر لما ندرس للحكام ندرس لهم الشيء الصح. بنتبادل الاراء مع خبراء على مستوى العالم كله. هناك احد الخبراء لما يكون حاله زي حاله الزمالك مثلا، انا رايي الشخصي المتواضع ان ما فيش ركله جزاء، وشرحت ليه، فقلت يمكن انا غلط. ليه يا كابتن؟ ليه؟ اولا انا كان رايي ان هناك في البدايه مسك من لاعب سيراميكا، ثم مسك من طارق حامد،
ثم لاعب سيراميكا اصطدم باحد لاعبين نادي الزمالك اللي كان على يساره اعتقد المسلوسي اعتقد لو ما تكونيش الذاكره. فاذا هنا في مش كل حالات داخل منطقه الجزاء بترتقي الى احتساب ركله الجزاء. كان خبير الفيفا وهو هيكتور وده من افضل المحاضرين على مستوى العالم قال ان المسك من كل اللاعبين لاعب سيراميكا ولاعب الزمالك لا يرتقي الى احتساب خطا، ثم سقوط اللاعب كان لاحتكاك طبيعي داخل منطقه الجزاء. بس يا كابتن الصوره قدامنا اهو مفيش سيراميكا خالص، يعني مفيش سيراميكا ده ما مسكش حاجه خالص. لا ازاي يعني الفيديو جايب ازاي يعني يعني انت واحد بيضرب من الجنبين. يا كابتن سيف بقول لك الفيديو كان جايب مع الصوره دي مغرضه جيب لي صوره احسن. طب هات الفيديو اتفضل. هات الفيديو يا بيه مش تجيب لي صوره. احنا معانا كابتن عصام. ما كابتن عصام قال لك الكلام انت بتراجعه فيه. هو الراجل قال كلام واضح. بالعكس احنا ممكن نكون غلط، احنا مش ملايكه، ولكن صدقني يا سيف كان في مسك في البدايه من لاعب سيراميكا وراح ساب، ثم مسك من طارق حامد. انا مش بقول ده خطا ولا ده صح. بتاع سيراميكا اللي ماسك. طب والفار يا كابتن ما يستدعيش حكم في لعبه زي دي؟ بص ممتاز يا استاذ علاء، ممتاز. الفار امتى يتدخل؟ لما يكون في خطا كلير اند اوبفيس، يعني ايه؟ حاجه واضحه للاعمى ما شافهاش. لازم خطا واضح، لان دي ركله جزاء. ما هي دي المشكله بتاعتنا في ايه؟ وانا بقى بدعو من كده. اوضح من كده يا كابتن. اوضح من كده. هو ايه اللي واضح اكتر من ايه؟ يا راجل يروح يشوفها حتى، يروح يشوفها. طيب سؤال تاني عشان بس اقدر احنا عايزين الخط، اتكلمنا على الخط بس. تعرفوا من كابتن عصام، كابتن عصام خط السايد اللي طالع يعني. كابتن عصام بعد اذن حضرتك عشان نخلص بس كل الاسئله، معنى كده ان حضرتك عايز تقول ان في حالات معينه انتوا بتحصل عليها حوار كلجنه في الاتحاد الدولي من كل العالم، يعني هم برضو بيجيبوا حالات من كخبراء يعني. تمام. طيب هل حضرتك ده بيتعارض مع رايك، ولا رايك من الاول كان كده؟ انا رايي من الاول كده. رايك من الاول كده. تمام. وعلى فكره يا سيف، مش عيب ان احنا ننشر الثقافه التحكيميه. صح حتى صح. عشان كلنا صح. كلنا لما نيجي نطلب بحقوقنا اذا كانت انديه او حتى نقاد رياضيين، يبقى الكلام بشكل موضوعي وفقا للقانون ووفقا لبروتوكول الفار. طيب انا مش السؤال الثاني يا كابتن، تقنيه جديده تطبق في كاس العرب دي، ايه التقنيه الجديده؟ التقنيه الجديده يا كابتن في كاس العرب. التقنيه الجديده ان هم اللي هو التسلل الاتلقائي. بالظبط، التسلل الاتلقائي، ان الفار اوريدي لو في شك في حال التسلل الفار هو اللي بيعمل كل شيء، ما بيفيش تدخل بشري من حكام الفار، هو اللي بيقول اذا كان اللاعب في موقف تسلل او لا. لا هنرجع بقى للخطوط ولا نقول الخطوط دي او النبي عشان الخط المايل. ده احنا والله العظيم عايزين نعرف الخط المايل ده هيبقى انقاذ ما بعد انقاذ والله. ساعتها بقى في مشاكل كتيره جدا هتحسن بدري. كابتن عصام عندي سؤال تاني برضو، كانوا بيتكلموا على قرار عقوبه حضرتك على حكم الاوفسايد. يا كابتن الاول الاوفسايد يا كابتن. لا محمد علي اتفضل. انتظار الوقت ده كله كان ليه؟ كابتن عصام ايوه عقوبه حضرتك على مباراه على حكم الاهلي والزمالك وان هي اتاخرت. اوكي، اولا بيطلع الاعلام بان الحكم لجنه الحكام اوقفت الحكم فلان الفلاني و و و و خلاص الاعلام خد قرار قبل حتى اللجنه ما تكرر او تحقق مع الحكم هل هو اذنب او لم يذنب. انا قلت في موضوع محمد عادل حاجتين اثنين، ما قلتش الثالث. قلت انه اخطا 100% بانه يتحدث في الاعلام على قرارات تحكيميه هو اتخذها في مباراه، وده ممنوع في كل بلاد العالم وفي الاتحاد الدولي، ده ممنوع تماما ان حكم يصرح على احداث تمت في مباراه وهو بيعقب عليها. تمام. وقلت كمان برضو انه من افضل الحكام على مر التاريخ. تمام. لو في ثلاث حكام اداروا اهلي وزمالك هو كان من افضل. تمام. إيه العقوبه اتاخرتها ليه؟ لان مش البعض هو اللي اتخذ العقوبه، مش الناس هي اللي تاخذ القرار، لجنه الحكام. هقول لك حاجه يا سيف، يعني حاجه في عرف التحكيم. واعتقد الاستاذ علاء والاستاذ عمرو يعرفوا ده. ان دائما لما حكم يخطا ما بنقتلوش، بمعنى نديله ما بنعلنش العقوبه، بنديله مباراه بعدها ثم ممكن نقف بعد كده. ده عرف في 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 التحكيم، ان احنا ممكن الناس تقول لك وقفوا ومش عارف ايه نديله مباراه ثم ممكن بعد كده بيتم ايقاف. طيب ده اللي بيحصل عندنا في كل لجان. طيب انت اكيد يا كابتن حققت معاه صح؟ يعني لا يعني اكيد يعني اكيد سمعت. ما بنعلنش عقوبات الحكام. انا فاهم يا كابتن. لا انا مش عايز عقوبه، انا بقول لك انت اكيد تناقشت معاه صح؟ طبعا 100%. هو كان يقصد ايه بالاحتواء؟
اوكي. اولا احنا يعني بصراحه يعني مركزين مع التحكيم بشكل غير عادي. اولا احنا عندنا محاضره، وده اسالوا من ورايا كمان، في محاضره اسمها ماتش مانجمنت، اداره المباراه. ازاي ان الحكم ده زي الدكتور بيشوف درجة حرارة اللاعبين في الملعب، يعني هل متعصبين، هل هم هاديين، فهنا بيقدر يتعامل معاهم على اساس يقدر يدير المباراة بشكل صحيح. لو درجة حرارة عالية زي الدكتور بيخفض درجة، ده انا بتكلم كلام علمي بقى في التحكيم. تمام. يعني مش بقول اي كلام عشان الناس ايه اللي مش فاهمة في التحكيم بتقدر تقولك تتريق والاحتواء ومش عارف. يعني اقول لك حاجة، محمد عادل اخطأ 100% في التصريحات، ولكن الكلام عن الإدارة والاحتواء كان كلام صحيح. كان كلام صحيح. وهو لو كان اتعاقب فهو اتعاقب على إنه صرح على ماذا يقصد بكلمة احتواء يا كابتن؟ احتواء يعني إدارة اللاعبين. يعني يا سيف يا سيف، في بعض الأندية ممكن تتوقع عقوبات قاسية على اللاعبين، وبعد كده لما بيجتهدوا بعد كده بيشيلوا هذه العقوبات. مثلا يعني انا بقول لك ده مش احتواء، ده احتواء طبعا. وحصل على فكره ايوه، بس ده بس دي اداره انديه للاعبتها. يعني افندم، حتى التحكيم في اداره في المباراه، في اقول لكم حاجه يعني في الاداره. تمام. وبرضه هتتاخد عني على لساني بشكل خاطئ، لكن انا بتكلم بشرح، هناك ممكن الحكم يحسب خطا مش خطا بس يحافظ على المباراه، ان يفشل في السيطره عليها. اقول لكم ايه تاني، ده فن الكومن سنس او فن اداره المباريات اللي انا بقوله، ده العالم كله سامعني وعارف ان انا بتكلم صح. عارف مشكلتنا ايه في مصر يا سيف؟ مشكلتنا مش كل الناس برضه في التحليل التحكيمي، انه بيخافوا من الاهلي والزمالك. خد مني انا الكلام، بيخافوا من الاهلي والزمالك. ومشكلتنا في مصر ان التعصب الاعمى من البعض، الاغلبيه ناس ملايكه بصراحه، لكن التعصب الاعمى من البعض الاعلاميين بيؤدي اللي احنا فيه ده. هو جنبه، هو يا كابتن اهو جنبه اهو. مين اللي جنبك؟ عمرو. لا 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 لا، طبعا انتوا ناس محترمين وليكم كل الاحترام والتقدير بكل يعني امانه، ولكن انا بطلب منكم الوقوف مع التحكيم. بكلمكم بامانه، احنا يا كابتن داعمين ان شاء الله باذن الله للخط المائل يا كابتن، وانا عارف اخطأنا، لكن يا ريت الناس ما تخليناش احنا العنصر الاضعف ودايما تيجي علينا بهذا الشكل. طب قول لنا والنبي يا كابتن، مين اللي بيعمل الخط من عربيه الفار؟ ما قال لك روح العربيه واتفرج على عمرو. مين اللي بيروح اللي يعمل الخط ويعمل الخط بمزاجه؟ مين اللي بيميل الخط يا كابتن؟ يا استاذ عمرو، وقال لك المره اللي فاتت تعالى يا كابتن، والنبي يا كابتن اعزمه، والنبي يا كابتن اعزمه، والنبي عندك العربيه، والنبي يا استاذ عمرو، يا ريت يا استاذ علاء تيجوا. انا هجيبه لك والله واجي لك يا كابتن والله. بيعمل الخط، بيتعمل الخط ازاي والله انا هجيبه لك يا كابتن. حاضر. وحتى في مباراه يا كابتن عصام، اذا كان الحكام اختلفوا في الخط، ناس يقول لك اصل لازم يجي عند الرجل، وواحد يقول لك لا ده عند جذع الكتف، وواحد يقول لك محدش عارفين الخط ده. برافو عليك. حتى دي ليها في البروتوكول حاجه، لو الرجل مش على الارض ما ينفعش يحط الخط على الرجل. لو الرجل على الارض يبدا من عليها الخط، لو الكتف هو اللي تابع يحط على الكتف. يعني في حاجات كده عندنا، لكن صدقوني ده علم يا كابتن، علم. لا علم، لا يوجد تلاعب في الخطوط اطلاقا. وهقول اخر حاجه يا سيد، بس طولت عليكم، لعبه النادي الاهلي والمقاولين. ده الملائكه نفسهم بدون فار ما يقدروش يحكموا عليها ان هي تسلل ولا مش تسلل. الملائكه مش بعض الناس اللي هم زينا لحم ودم وبني ادمين في بعض البرامج التلفزيونيه قالوا ان هي جول 100%. يا اخي حرام عليك يا اخي، ده انت مش ولي. وفي النهايه اظهرنا الحقيقه للراي العام ان الكره تسلل 100% من خلال تقنيه الفار. بشكرك كابتن عصام، اتمنى لك كل التوفيق. أشكرك يا رب. اشكرك يا سيد، اشكرك شكرا جزيلا. كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام.